كيفاش هي على الشرق. انا شفت مرحبا بكم في البث المباشر العاجل المباشر ديك المحمديه. شفت فين رقعت لكم اطول حوته كاينه عند حميد جبلكم والثمن ديالها ما غيتسيقش الاخوه. اليوم هذه كما قلنا حميد اش الخير واش الجديد جبتي لينا با حميد؟ هذا هو اللي كيطيب، هذا هو الصنون اللي كيطيب البصله والزبيب ولا شي حبيب عزيز عليك تحطوا لي. يا سلام اخويا حميد ولفتينا، كل نهار كتجيب لنا جديد، كل نهار كتجيب لنا حاجه بشحال اخويا. بصراحه هذا كتجيب واحد الربعه بعد ثلاثه بقى واحد، دونك هذا هو الخليط فيهم. هذا تقريبا فيه واحد 10 كيلو، يعني الصنور ملي كيوصل 10 كيلو احسن روعه والماكله. راه كنشوفك انت هزاه بزاف حميد دابا، تحيل عليا بصراحه. حط السلاحة حميد، حط السلاحة، شوفوا معايا اللهم بارك. هذا هو الفرق حميد، كاين اللي كيقول لي الفرق كاين اللي كيقول لي الصنور. اللي بغيت هلا في اللسان حميد، البصلة والزبيب. كيفاش كطيب هاد الصنور هادي اخويا العزيز؟ اكثر بعض الناس اللي كيطيبوا اكثرية بالبصل والزبيب، عرفت كيجي خطير. يعني هاد الصنور هذا الناس اكثرية كتهرب منه وما كتبغيش تديش، علاش؟ على ود الشوك. دونك هاد لابارتي هذا كيكون فيه الشوم. وري لي الناس، وري بلاش وري لي المشاهدين البارتي تاع حميد. ولكن ماشي في هاد الكبر هذا. دونك ملي كيكون صغير، الصغير كدي عامر شوك خاصك تمد له النص ديالو. لا وملي دونك تقطع. كملنا حميد، كملنا حميد. هاد السنور هذا هذا خويا ديرو بالبصله والزبيب ما تشبعش منه. سمحوا لنا المشاهدين طفوا لنا الضوء، ماشي مشكل. هذا خويا طيبوا البصله والزبيب ما نقولش لك، ماكله فيه الروعه. واخا حميد قلت لي عندنا كاينه بلاصه اللي فيها الشوك وكاين بلاصه اللي فيها الشوك. ولكن البلاصه اللي كيكون هو من الحجم ديالو ملي كيكون صغير كيكون فيه الشوك، ولكن ملي كيدي بلاصه صنور 4 5 6 كيلو 7 10 كتبرع، ما كاين لا شوك لا حتى شي حاجه. حميد بزاف ديال الناس ما عارفينش القوالب، ما عارفينش الصنور كيفاش كيطيب. وريني الوصفه كيفاش كيطيب. هو باش بغات تبرع بغات تاكل الصنور بالبصله والزبيب بالدفايه كيجي عجيب، كيجي الفن في الماكله ديالو. يعني البصله والزبيب كفايه تبرع يعني كانك دارا من اللحم الغنمي والبقري. حاجه واعره حبيبي قول لي دابا في الماكله حميد. نعم خويا. ما نساوش الصنور. نعم الجديد ديالك بو حميد السلعه الطريه فين وصل الحوش في المحمديه. اليوم تقديت سلعه زوينه والتشميله جد مناسبه والجوده العاليه. اجي تشوف لي سبادو اللي كانت واصله الثمن خيالي، ما كاينش الثمن خيالي. لي سبادو حيه كما كيقول لكم حميد دمها على خدها. ديما الجوده حميد ديما يبرعكم بالجوده، وراه الثمن راه كاين مناسب والله العظيم. الناس اللي عزال لي سباد والطون راه كاين الثمن جد مناسب، وعين الفيلي عين الهبره. يعني الطون والطون راه فيهم فيه الطون كاين اللي جا 100 دما كيما قلت لي. فوالا الا بغى لابارتي ديال الشاكله اللي هي 100 دما ها هي، بغى طرف شويه ناشف ها هو. ناشف بشحال و 100 دما بشحال ابو حامد؟ لا والله ما نخسر شي واحد. بجوج بحال بحال ثمن واحد. ثمن واحد. واخا سي العجيبه مامبيا او لا لا. شوف شوف شوف. اي نوع غتلقى فيها تنقيله، يعني كنبدع فيها، دونك خاص اللي ياكل يعاود يقلب عليها. هذا حميد قلت لي كتحدى شي حوايج يصوب على هاد المقيله. ما يمكنش ما يخرجوش، ما يقدرش يبيع بالثمن بشحال كنبيعها ما تخرجوش يا صاحبي. الاخوان واش اخويا شوف. صدق او لا تصدق. واش شنو فيها بعدا؟ فيها السومو ياك، فيها بوزلو، فيها الفري كالامار، ماشي البوطا الباسامار السيبي هذاك الشيء حشومه، لي سبادو، طون، فيها بوزلو. شوف خيد واحد، خيد واحد. نعم خويا خذ لي راسك. هادشي كامل اللي قال لكم الاخوان بغى شي 20 درهم يصوب لك. وصفري؟ والله العظيم رابعة نص رابعة 20 درهم تصوب. والله تنصيبها. كاين المسكين اللي باغي يتغدى ياخذ شي شوية، كاين اللي عنده كريشة معيته صغيرة، دونك باغي ياخذ شي شوية ما خصنيش نخسر ليه، شهوته خصني ندبل. الوصفة حميد قول لي بغي طيب الناس العيالات اللي ما حادقاتش حميد، نصح لي العيالات. شوف إلا كاع ما بغى يدير فيها والو مليحة والكمون طابت واعرة. بغى يدير ربيع والثومه والزيت العود هضره اخرى، عود اللي بغى يدير شويه لاصوص. يا سلام الله يعطيك الصحه. برع عليا مع راسك. الصومو يا الصومو يا بو حميد. هو الصومو لي ترونش الا بغى بياسه حتى هي هي كاينه. بو بو بو. انا الحميد ديالي اللي بغى بياسه حتى هي ها هي. حميد باش كتعرف الصومو باقا حيه. هو الصومو ب 120 درهم. الله هبلت انت، قول لي اش كتقول حميد. الصومو اللي بغى بياسه 120 درهم، ما كاينش الغلا عندي وما كنشوف. وقول لي الكالامار اللي دايره 130 درهم. بغيك عاود لك بيع وشريها هذا الراجل. كسب الكالامار 100 درهم ديال البلاد حيه. فين هو حميد؟ ويلي ويلي على الكالامار. او يو 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 الكالامار اللي بغيتي الصغيره المويه متوسطه رقيقه 100 درهم. 100 درهم الكيلو يا حميد. 130 100 درهم. 100 درهم الكيلو. الصومو اللي واصل 150 160 120 درهم. 120 درهم حميد. الله الله. صدق او لا تصدق. واللي بغى شي بياسه كامله. اللي بغى شوف شوف. انا قلت لك راه كتصدق. شوف 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 شوف. هذا خويا نوع ديال الباجو، هذا النوع اللي كيكون فيه هاد الصفوره هنايا كنسميوه الباجو زاباطا.
ها هو الباجو زاباطا. الناس اللي كتسول على الباجو زاباطا. الباجو زاباطا اخويا المرضي حتى هو موجود. وهنا الميرنات المحمديه عندي. اويو يو الميرنه راه سمعنا الثمن ديالها 90 درهم 80 درهم. وانا نجي عندي شوف يجي يدي الحوت يتبرك. واش قال من هذا الثمن ولا؟ والله اخويا ما كنخسر لشي حد. 90 درهم كاين ولا ما كاينش؟ الميرنه ديال 800 راه كاينه. بغيتي المحمديه تبرع راه سي نورمال غتزيد واحد المغيزه. ولكن 80 درهم 90 درهم كاين ولا ما كايناش؟ وهي دابا حاليا كيبيعوا دابا عمرك السيد 100 درهم ولكن انا الكليان ديالي راه كتصيب معايا. الثمن مناسب. علاش قلت البلاد ورقيقه قليله شويه هذا الطالب. والثمن مناسب. الصول يا الصول. هذا الصول هذا الصول هذا الصول فيلي هذا الاوريجينال. ماشي الصول البوكلي. كاين الصول البوكلي والصول فيلي. عاجين ورا عندي البوكلي لهي. هذا الصول يعني راه كاين فرق كبير ما بين البوكلي غنوري الناس. فذكر انما الذكرى ينفع المؤمنين حبيبي. هذا دابا هذا ماشي هو هذا. هانتوما باش ما تقاو البوش الاخوان. دابا هذا ماشي هو هذا وهذا ماشي هو هذا. شنو الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ هذا التيجر هذا المثال. الصول موكا كلش كيفاش كيسميه؟ التيجر. وهذا الصول الحر هذا هو الصول الفيلي هو هذا. الناس خصنا نوصل لهم ميساج كما هو. وهذا حامي. وهذا الصول البوكلي حنا كاين اللي كيقول لي الصول الكحل. ودابا حامي شنو الفرق ما بين الصول الفيلي والصول البوكلي والصول الكحل؟ كله البنا ديالو سبحان الله. كله البنا يا اخي الجميل. يعني كله البنا. كما قلت لي الثمن مناسب. مناسب. واجي نقول لك واحد القضيه. كروفيت حامي. والكروفيت شوف. الكروفيت معروف الثمن راه زوين شوف. انا الدولاد الدولاد هانت باش كتعرف. الدولاد رويال. هذه الدولاد رويال قول لي بشحال. بالتاج ديالها. وقول لي بشحال. شحال حامي. 80 درهم. بقاو جوج بياسات اللي غايجي يديهم ونعمرهم لي ب 80 درهم. لا واش انت شوف والله الا كنهضر بالصح يا بقاو دو بياس اللي غايجي غنعبرها. قول لي الباجو الغليظ بشحال؟ شحال هذا الباجو هذا حامي؟ والله اللي جاي عبره غنحسبها لي ب 70 درهم. اه باجو رويال 70 درهم. باجو هذا باجو شامه ماشي رويال. باجو شامه. بقاو واحد دو بياس فيهم 70 درهم. اللي بغا يجي غنعبرهم لي ب 70 درهم. انتوما الاخوان اللي بغا الباجو 70 درهم 80 درهم واللي بغا الباجو القرب يا القرب حامي. وراك ليا ديك المعزه الرويال. القرب يا القرب اللي عارف اجي معايا شوف شوف. يو 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 الله يرحم كيغني. اللهم بارك. وكيغني الحبيب كيغني. اللي بغا يتهلاه في العائله. شوف. اللي بغا يتهلاه في الضيافه حامل عليه بقرمه وخشاف فران. الله يرحمك الوالد. عمر بالكفته ودير بالسلع حامل. صعب شخصا ونوريو المشاهد هذه المعزه الرويال. هذه المعزه. هذه المعزه في الماكله. ماشي المعزه اللي كيعرفوا بعض الناس كيسموها. بلاش يا حامل. شنو الفرق بين المعزه والقرب راك باين لي كيتشابهوا اخويا. ها انت القرب ها هو القرب ها القرب حداك ها المعيزه. بحال يعني هادي لا ما كاينش بحال بحال هادي المعزه هادي هادي شوف عجيبه قليل اللي كيعرفها راه خلي لك وكاين بعض الناس اللي هو كيبغي القرب. واحد الصديق في الكومونتير قال لك حامد فين شكاليطه. شكاليطه ما كايناش. فين شكاليطه كتجيبها لينا دو الحظ لا لا شكاليطه اليوم واش يكون شكاليطه جديده والله الا جديده عجيبه راه كيبغيو الناس يا حامد راه كيبغيو الناس ولكن اللي كنذوقوا منا راه كيولي يقول لي شكاليطه مول الدواء. حميد اخي هو الطبيب ديال الحواش هنايا. طبيب ماكلة ودواء حميد. نعم خويا. الكامبو يا الكامبو يا حميد. اجمعي خل لي يا حميد. واقع انا نعطيك. خل عرض لي الناس نعطيهم كل شيء ونعطيهم الوصف واسمحوا لينا بالله لا تطفى لينا الضوء وانا غنعاود الريبار. راك منور حميد بلا ضوء ماشي بوش. مرحبا وار ها الباجو رويا. شنو هو ذاك حميد؟ هو الباجو رويا. الله الله. هات شوف هذا باجو شامه وهذا الباجو رويال. كاين بعض الناس كيبيعوا لهم حوت ب 500 حوت وحنا ما عندناش داك الشيء. على نيتكم ترزقوني الله الله. انا خويا الباجو رويال الدرعي 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 ويلي هاد حقه ونزيدك عاوتاني هذا راه كيبيعوه بالدرعي اللي ما يخافش الله. هذا اللولو مشتي البيره اللي كيقول لها ابلغ هي هادي. شوف شوف الحوت كيدير رجع الربع راه بحالو بحال الدرع هذا يا حامي. ولا خويا ها الدرعي ها شوف 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 انا شوف العمل ديالي كنصادق الناس ولا دينا شي ريال وكلا وليداتي يبان عليهم. الله يعطيك الصحة. الله يحفظك ليا. حميد. هانا حبيبي. هانا الدرع. شو باقي مسكين باقي بالعسل ديالو باقي شوف شو مسكين شوف. شو اللهم صل عليك راه. كمان مناسبة حميد زعما ما كاينش. قلت لك أنا راه كنواعد الناس. والله العظيم ولدرجة الإنسان يقول لي ما عنديش بغي نتغدى تيتغدى أحسن غدا. الكامبو يا الكامبو يا حميد. هانا. وعاوتاني نزيدك واحد النقطة أخرى. هانا الحبيب ديالي. كاين بعض الناس هذا كيبيعوه بالرويال هذا ماشي رويال هذا كامبو هذا كامبو والرويال راه بوحدو رويال حاليا دابا ما كاينش وصل حتى 800 700 600 درهم على حسب الكاليبر ديالو كيوصل حتى 1200 درهم الله الله آه. حميد نعم خويا عندك واحد التحدي انت قلتي ليا اييه اللي جاو كلاب وزروق نعم اللي لقى فيه شويه ديال غادي يحكم باش ما اللي لقى فيه شويه الطراب يجي يدي كلشي فابور ولا يجيب معاه شوف يجيب معاه المكبره باش يقلب لا كاين شي رملة ولا كاين ولكن غياكل حتى عطيني الصوت شي يا حامي هات شوف هات شوف هات لا رملة لا تراب لا حجر وما تقلبهم والو
هذيك خز ما كتسمعهاش قلتي لي وحلو الله وبنين الثمن المناسب والناس عز عليهم بوزرق ولكن كيتفاداو على ود الحجر والرمل والطراب عشاق البيضه يا حامي ايوا نعم اللي بغى البيض ديال البيضه حامي والله الا عندي الدواء الناس ما كتعرفش تعيش والناس كتمشي للفرماسيان اي واحد اللي باغي مسخيات 4000 ريال جي عند حامي ملك التونه 100 درهم تعيشك تعيشك مخير با حامي شنو الشرغو كيدير الله الله على الشرغو ويلي شوف الشاد وحدك تحبني دير لي شي عصير لتحت شو 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 حية واقفة واقفة حية لا حطيتي رزقك عند ملك التونة والله ما يضيع لك هنا حميد بينو بينو هذا الباجو بريكا ها انت على كي نقول لك انواع واشكال في الباجو هذا البريكا يعني وتجد مناسب حميد اجي عندي اخويا حميد اجي اخويا اجي 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 تصاور اجي عندي قول لي قول لي قول لي بس تعرف بالله انا قلت لك قبيله بعت ميرنا ب 100 درهم ياك هاي هاي 100 درهم ديال هاي عطيني واحد 10 صحاب كيلو 110 درهم ماشي مشكل شحال خديتي عندي ولدي ميرنا 100 درهم كيلو سال الله ما يسر واللي جا عندي كليان ما عنديش 100 درهم يا الله هات مرحبا هات وهادشي اللي كاين وانا شوف انسان الصراحه راه مزيان اجي عندي حميد نعم خويا خرج عندي با حميد موجود يا اخي الجميل حميد بعض الناس يقول لك حنا بغينا باك 300 درهم شنو تقدر دير ليا فيها حامد اللي بغى باك فيه ب 300 درهم قول لي من انواع انواع لا قول لي انت 300 درهم شنو تقدر دير فيها حامد 300 درهم غادي نتهلا غادي نتهلا اكيد والله الا غادي نتهلا حامد غنتهلا اكيد واللي بغى لي زويد حتى هو راه كاين ولي زويد غندير ليه عاوتاني الروي شت ديالك جيب لي مودي لي زويد راه لي مودي لي زويد انا خاصه بكم واحد باناشي رويال قال لي زويد اللي بغى يسخن ورينا با حامد هرمونات وبغى يحرك التيحه اللي عنده نقص في التسخينات يجي عند المالي مرحبا خالي الموت وبلاتي ورينا هانتوما شوما الاخوان هذا هذا الكوكتيل ديال حامد كوكتيل هانتوما الاخوان هانتوما الاخوان هانتوما شوفوا معايا شوفوا معايا الاخوان هذي 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 الحله العجيبه واش الموس قداش وحده حليفي 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 تفتح بهذا الموس اللي زويت راه ماشي ساهل خاصك تمشي حامد خاصك تكون بهذي التونه هانتوما الاخوان شوفوا الكوكتيل اللي بغى الكوكتيل اللي بغى يصوم كوكتيل هانتوما لي زويتر فريشكا عندك تحمل كوكتيل الاخوان الانسان اللي كيبيع لي زويتر محلوله شاش شاش شايب الله عز وجل هذيك كنديروا فيها اللهم بارك واحد هذيك نديروا فيها عند سيدي طرد السومو ها السومو زيد كنديروا فيها اللهم بارك بوزروقه زيد هانتوما الاخوان زيد كنديروا فيها الخبز ها اللهم صل عليك يا رسول الله هكا هكا او 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 الحمد لله اللهم صل عليك يا رسول الله 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 وري اش نديروا بها حبيبي مشاش 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 الطياني بغاك تذوق واحد ديما بطياني عزيز وغالي ديما ضيق ديما ضيق ديما ضيق بطياني قول لي يا احمد خذ بطياني هي مرحبا حميد نعم خويا الناس كيسولوا على البلاصه ديالك فين كاين اخويا العزيز انا كنتواجد في مدينه محمديه في المرزا في المارسي ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ملك التونه الرقم 28 الناس حتى الا بغى نوصل لهم لان كاين بعض الناس كيجيو يقلبوا عليا وكاين شي وحدين هنايا الله يهديهم كيقول لهم راه حميد ما كاينش هنا دونك حميد راه موجود وحاضر وهالمكان ديالي الرقم 28 رقم الهاتف رقم الهاتف 06 30 49 99 74 يعني هو حميد كيتواجد في مدينه المحمديه والناس اللي باغي ضايف الناس ديالو وبغى يتهلا في الناس ديالو بالله العظيم ما يندم واللي فريزون واش وصلك حتى للدار قلتي لي يا حميد مشكل كاين ترونسبور عندي طوموبيل دير لي الشغل ديالو حتى في الدار وحتى يطيب كاع ويخلصني الله يعطيك الصحه كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه مع حميد ملك تونا اشهر باعي الاسماء كان في مدينه المحمديه الى هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تفان كشافي وبعد القدر على امر لقاكم بعد قليل باش مباشره اخر مع حميد شكرا ولا